يلا ماما هيك هو ماما هيك كنا نحن نعمل مارش أنتوني نحن هيك بنعمل مارش بالتدريب كنت انا بس كنت انا وزي نحن كلنا اولاد الحرب الاهليه مين اللي عاش الحرب الاهليه كلنا عشنا بعدين ما تنسوا البريانين نحن هون بالمنطقه الكنيسه والجامع حد بعضها يعني المسلم عم بيسمع صوت الكنيسه والاذان سوا وكمان نفس الشيء المسيحي كل العالم تطورت وتحسنت وغيرت اخذ مواقف سياسيه جديده ومواقع انت بعدك بشوف هالمنطقة شو دفعت تمن تمن صير بلد غير لبناني أنا بعتبر حالي شخص بمسيرتي اللي عم بقاوم الظلم الفساد التهميش ما في عدالة في كتير صار ظلم على الأرض طب أنا ليش أخواتي راحوا هن تاج 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 بالنسبة لعلي تاج العز على راسي هي هون المنطقة سقطت نزل إطلاع هون كانوا خطوط التماس ما بقى في سواتر ترابية بس في سواتر بيننا وبينهم